معنا فيني فيا دومسكي من شركة اي سي تي ان للاستشارات والتدريب. اهلا وسهلا فيك باستوديو وامدا مباشرة من عربنت. كيف انا كثير منيحه شكرا مايا. كيف عم تستمتع بالوركشوبس؟ يعني فعلا لقاء كثير حلو, في كثير مجال الواحد كل واحد بيقدر يلاقي الشيء اللي بهمه بمجال الديجيتال وورلد, ما في شيء مش مغطى. فاي انت دربت رواد الاعمال اللي عم بيطلعوا على ستيج ليحكوا عن فكرتهم؟ نعم. دربتيهم على الحضور وعلى الوجود على المسرح, خبرينا شوي كيف كانت هالخبرة معهم. أوكي, هلا أول شيء للأسف الفترة اللي أخذوها كانت كتير قصيرة, ولكن حاولنا نعمل قد ما فينا. لمن مندرب ناس على تقديم مشروعهم منشوف ثلاث مجالات. أول شيء كيف مبني هالتقديمة the structure والتوقيت. هلا هذا الشيء كان مفروض من الأربنت, يعني هذا الشيء المطلوب منهم يعمل. فأنا اشتغلت على المضمون واشتغلت على الأسلوب التقديم. فلما جينا نحكي بالنسبة للمضمون, أهم شيء كان هني مركزين على الحل ومبسوطين بالمشروع اللي طالعين فيه, فعم بقدموا إنه هذا الحل تبولي. ولكن أهم شيء لما الواحد عم بيعمل بيتش أو عم بيقدم مشروع بده يبدأ بالمشكلة, شو المشكلة الموجودة اللي أنت عم بتحلها. وإذا ما بعت هالمشكلة وما قنعت الناس إنه فعلاً هذه مشكلة, الحل تبعه لك ما له دور. فهذه أول خطوة اشتغلنا معهم, وضحنا لهم إنه الوضوح هي القوة, والوضوح معناته بتقدر أنت بسبع ثواني أو 15 ثانية توصل فكرتك بشكل كتير مجذب للحضور. فهذه كانت أول صعوبة اللي ساعدتهم تيتخطوها, شو المشكلة اللي عم بتحلوها وكيف فيكم تشرحوا عنها باختصار. شو كان أهم إشارات عطيتونيها ليشتغلوا على حالهم؟ أكيد لأنه الوقت كان محصور جدا, عطيتهم معدل سهل تيساعدهم يقدموا الشيء. أول شيء الوقت, يعني شو المشكلة بهالموضوع. تاني شغلة, ليه هذه مشكلة, شو الناس عم تخسر لأنه مش موجودة هالشيء. تالت شغلة, كيف رح تحلوها هالمشكلة. فال what's the problem, why is it a problem and how will you solve it. أهم من هيك بعدين يتابعوا هالشيء بالإثبات والحقائق والأرقام يلي بتأكد إنه الحل تبعهم فعلاً بيعطي الحل, فعال رح يكون هو السبب اللي رح ياخذوا نتيجة منها. طبعا عم بيحكوا هن مع مستثمرين, فهيدي مش كافي وقفوا هون. اول شيء الحل بده يكون فعال ومقنع, ولكن تاني مرحلة كيف رح يتطبق, شو بكلف, شو رح يكون المردود, بقدي وقت رح يرجعوا الراس مال, واي متى رح يصير في ربح, وشو رح يكون نسبة هالربح, وكيف هالبروجرام رح يأمن الاستمرارية والنمو بالمستقبل. الوقت اللي كان عندهم إياه كتير قصير, سو كان في تحديات كبيرة. وأنا فعلا بدي أقول هالشباب وهالصبايا عملوا إنجاز كتير كبير, لأنه الوقت اللي أخدوه من شان التدريب قصير, عملوا أقصى جهود في منهم, يمكن قعدوا ليالي بلا نوم حتى يحاولوا يطبقوا هالقواعد اللي اشتغلنا عليها. هيدا بالنسبة للمضمون. أوكي. بس ما حكينا شيء عن التقديم. ايه خلينا نحكي عن التقديم. التقديم حكينا قديه مهم يعكسوا الثقة بالنفس لما بيطلعوا على المسرح تيحكوا قدام الكل, وشو العناصر اللي بتأثر على الناس تقدر تاخد انطباع عن هالإنسان انه واثق من نفسه. اول شيء التواصل بالنظر, فيجوال, كيف بيمشوا, كيف لابسين, كيف عم بيقدموا حالهم. هالعنصر بياخذ 55% حصة من التأثير. تاني شيء حكينا عن نبرة الصوت, هالثقة اللي لازم تنعكس بصوتهم, السهولة والطلاقة بتقديم وتفسير الأفكار, توصيل
الأفكار مع بعضها. كله هذا كان شغل مهم لأنه هذه حصتها 38%. يعني تفاجأوا لما نعرفوا أنه 93% من الرسالة ما لها علاقة بالمضمون، ولكن المضمون لازم يكون قوي منسجم مع هالأسلوب وإلا ما في إقناع لنوصل للمية بالمية. Exactly. So, كمان اشتغلنا انه هالمضمون الطريقة التقديم الموضوع تبعهم يكون منسجم بالاسلوب التقديم. مثلا اذا عم بحكي عن سياحة بدي يكون الاسلوب تبعولي يكون شيء في نوع من المرح، نوع من القصة، نوع من الشيء اللي يجذب الحضور. فاشتغلنا على هالجانب عن الالقاء، عن الحضور، عن كيف يطلعوا على المسرح، كيف يقافوا، وعملنا تمارين كتير حلوة اللي شافوا قدي بتفرق قوتهم الشخصية لما بكونوا واسقين من نفسهم ولما بكونوا مش كتير أكيدين من الشيء اللي عم بيحكوا. يعني شافوها بتمارين جسدية كيف بتأثر عليهم. حضرتك حضرتيهم لما كلهم مرقوا؟ أكيد حضرتهم كلهم. شو كانوا أبرز الأخطاء اللي صارت؟ يعني أول شيء كان في نوع من اللبكة خاصة الأشخاص اللي كانوا أول مرة. يعني تصوري أول مرة عم بطلع على المسرح عم بواجه 200-300-500 شخص بدهم يحكموا علي. أكتر شيء بخوف الناس هو المحاضرة قدام جمهور، فهودي أول مرة عم بيعملوها بحياتهم، فأكيد كان في نوع من الرهبة لإلهم، بس بعتقد بالرغم هذا قدروا وصلوا الفكرة. افتكر كمان التاني شغلة اللي كانت من الاشياء اللي ممكن يحسنوا فيها كيف ختموا التقديم الختام. مثلا اعادة تلخيص النقط الرئيسية، اعادة تذكير بهن مين وشو الموضوع اللي هم عم بيقدموه، او الطلب الواضح عن شو المطلوب من المستثمر، ايه مطلوب منه يقدم، شو المساعدة اللي عايزينها، ايه رح تكلف. هيدي ما كانت عند قسم منهم عملوها، بس نسبة كبيرة منهم ما قدروا غطوا هالشي بالطريقة المطلوبة. خبرينا عن ICTN شوي، قديش عمرها وعشو بتركزوا أكتر شيء؟ ICTN شركة International Consulting and Training Network، شركة استشارات وتدريب، عمرنا نحن 18 سنة بالسوق، ومنخدم الميناء شرق الأوسط، يعني ميدل إيست أو نورث أفريكا وأفريقيا الشمالية. الشيء اللي بيميزنا نحن منساعد الشركات والأشخاص تيحققوا طاقاتهم بعدة طرق. أول طريقة هي تيكتشفوا نفسهم، تيعرفوا وين هن عندهم نقط قوة كيف فين يستغلوها على صعيد شخصي وعلى صعيد شركة، ومنساعدهم بتحسين المهارات تبعهم بمجال الإدارة والقيادة، لأنه بعتقد أي شركة اللي ما عندها إدارة وقيادة قوية رح تكون شركة منا كتير ناجحة، لأنه هن بيأثروا على الأجواء، بيأثروا على أداء الموظفين، بيأثروا على إنتاجية الموظفين ونمو الشركة. فمنركز كتير هون، ومنركز على مساعدة القياديين كيف يتواصلوا مع الناس، كيف يحفزوهم، كيف يحكوهم باللغة سهلة. الوضوح هي القوة، إذا ما في وضوح بالتواصل مع الموظف ما في إنتاج، لأنه مش عارف بالضبط شو مطلوب منه. Exactly. So التواصل من العناصر الرئيسية اللي منركز عليها، لأنه شو ما كان مهارة إدارية أو مؤسساتية إذا ما فيها تواصل واضح يعني ما لح تكون كتير ناجحة. شكراً فاي لأنه تحدثت مع استوديو ومضى. إن شاء الله تكون عم تستفيدي من أرب نت. أكيد. وإن شاء الله سنة الجاية يقدروا هالأشخاص اللي بدهم يعملوا بيتش يحضوا تمرين شوي أبكر إن شاء الله، شوي وقت أطول حتى يحسنوا أدائهم ويستفيدوا من الفرصة اللي عندهم إياها إنه يكونوا بيتشرز بقى. أنا أكيد إنه لح نقدم لهم إشياء تنساعدهم قبل الوقت، لأنه ICTN رسالتها تتساعد الناس يحققوا ذاتهم، وخاصة الشبيبة العربية اللي عندهم أفكار بس ما بيعرفوا كيف يقدموها بقوة وياخذوا حقهم فيها. فإن شاء الله نقدر نساهم بهالشيء.
لكن عفيني فيها دومسكي. شكرا لتحدثك مع وامدا وgood luck لICTN. شكرا كثير لعرب نت ولوامدا ولمايا. شكرا. Thank you very much. شكرا.